عندك سلسبيل زي وثلاثة، سنساب سنسابات واحد، وعندك حنين 17. شنو هذه من وقتاش ولا نسميوها؟ يا سيدي ولات بالكميات، تجينا كميات معينة نتاع أسماء نصرفوها في الدائرة نتاعنا هذاك. اش عندنا؟ تحب تقيد اسم كلثوم نشوف في 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 دائرة أخرى اللي عندنا وفاو. تحب تصبر من هوني لجمعتين من زمان نحلوا البالة الجديدة نتاع الأسامي، تجي تاخذ تفرز تاخذ ولا شي يساعدك على قياسك. إي تو نحن متفاهمين كلثوم شو نسموها؟ يا سيدي ما عادش عندنا كلثوم، عندنا كمية، الكمية اللي جاتنا بتاع اسم كلثوم بعثونا 27 اسم كلثوم في أول الجمعة وفات، وهذاك علاش قعدنا متعطلين عليك أنت نستناوك لازم نستشيروك قبل. احنا كنا باش نسميوها سفينات، قلنا ما نسميوهاش، نعملوا قطعة مقطوعة حتى تجي. إي نعم، عايش خويا رانا عندنا برشا خدمة تشوفنا غاتسي. هذيك تو أنا متفاهم شنو تحبني نتعارك أنا المرأة اليوم ولا شنو كيفاش؟ ما تعاركش، سميها تدارك خويا المرأة. تدارك كيف تناديولها؟ ناديولها كلثوم، وفي الأوراق الرسمية سميوها يلدز. ولا بليدس. بليدس انا نقترح عليك بقيه الاسامي اللي عندنا. عندنا في النوع الانثى معناها صغيره الحجم عندنا سلسبيل، سنسبار، عندك حنين، هذا اللي مازال عندك بركان. بركان ولا بركان؟ كان انثى بركان والراجل بركان. بدينا بركان بدينا بركان ولا على اساس بلا قرار ولا سامي هذه نحب نعرف كيفاش. سي عبد الحميد رسام القانون مضبوط مضبوط. لا 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 علاش؟ انا هذه قريتها لك قلتها لك على شارك. بارك الله فيك. الحاله المدنيه يخاف ان يكون له عده اسماء دون ان يحسب، غير انه في التطبيق لم يتجاوز عدد الاسماء الشخص بعد ثلاث اختيار على عكس بعض التشريعات فان قانون التنميه المحليه لم الا ان المشروع عدد 500 الصادر بمعنى واضح واضح يحجروا اسناد هاوكا اسناد الاسماء الغير مرسمه بين القانون كما يحجروا واضح كما يحجروا ايا سي بكوش اسف. حط لي سيدي حط ليه ليش مش تحط لي؟ حط لي كلثوم بين قوسين مش اسم الاصل معناها يعني. حط كلثوم ليه اسمها كلثوم شو مش اسمها اسم الاصلي؟ حط لي شاب نزان لا يا ولدي عندي كلام رسمك وين المسؤول؟ ثماش مسؤول هنا ولا حاجه؟ خلينا نكلمو. علاش تحب تفوت؟ مال شنو؟ عندك جدا شنشذيب. شنشذيب معناها حلو زاد على عليها منجد. شنشذيب هي من الشده والشذب. ما نعرفش شنو رايك انت؟ حط له لا لا نرجع يعني. حط له شن طبقه طبقه لا 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 طبقه لا 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 طبقه شن طبقه لا من فضلك وافق شن طبقة وافق شن نهار اخر ربي يفتح عليها وجهها شن. لا يا خويا حتى ما يبقوا هم بعد ربي يعمل لي اهلا مازال مازال والله في نفس السبك الريشو. انت جيت على نزار نسيتني يا اخي. لا نسيتك خليتوني اكس نقعد قداش اكس حتى يجينا الباك. قلت لك حتى يجي الباك 28 يوم يا سي عبد الحميد. يا اخينا يا اخينا بربي وسعوا بالكم علينا يا اخينا وسعوا بالكم علينا. ما قلت لي ثم كميه جايه من الجزائر يا سي عبد الحميد. الجزائر ما جاتناش تاع الجزائر مازالت ما جاتش تاع الجزائر راهي اكثرها الباكو معناها جانا في الفاكس اكثر وفيه نجمه وفيه حمروت وعمريت وكروت معناها وقتاش نرجع تو فهمني وقتاش نرجع؟ سيدي شوف قبل قبل سيدي رمضان يجي لو 21 عندنا كميه زاده جايتنا زاده من 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 المغرب. قال لي يا سيدي محسوب مفضوضه القضيه وانما عندها اشكال اخر. كيفاش تقول؟ الكعبه اللي بقات بلاش نقط. شنو بلاش نقط؟ معناها يسر اللي ماشي منقوطه. مال كيفاش؟ سر سر كان شي تاخذها بلاش نقط. والله شوف ترجع لنا بعد غدا ندبروا شي من الكعبه من عند رشاد اذا كان اللي طاحوا له ولا اسمه رشاد ناخذ كعبتين وقط نحطوهم ليوسف. شنو رايك؟ حط يوسف ما نجم هاو قال لي بلاش نقطتين شنو نعمل؟ تولي سر نقطتين ندبرهم. لا سر ايه منين ندبرهم؟ تعرف هذه دفاتر حاله مدنيه ما فيهاش ما فيهاش مراجعه. ما عندكش شي اسمك والله سي حمادي شنو؟ جمال جمال بكوش. سي جمال ها هو انا ندبر نقطة من عندك أنت هذه من اسمك. مالي حمال. ما عندكش حد في العائلة عنده اسم منقوط برشا؟ لا ما عنديش. أنا حتى أنا باش نعطيك والله ماذا بيا نعطيك نقطتين اللي عندي ما نجمش اش باش نولي. سلطان سميها. سميها سلطان. فماش خويا تسمى سلطان. خليها في رقبتك. علاش خليها في رقبتك؟ سميها سلطان.
وانا نوعدك كلثوم ندبر لك كعبه كلثوم. مين باش تشد كعبه كلثوم يا اخي؟ يبيعوا فيهم في السوق هما. يا ولدي فني ما نجي قلت لك يبيع، وليت فما امور منظمه ومرتبه. هاو الراجل الريفاج تاع الجزائر مازال ما خلطش. شنو هو الريفاج تاع الجزائر؟ نجمه تحب شي نجمه؟ نجمه شنو؟ اسمها نجمه. تحب شي نجمه؟ ما نحبش نجمه. شنو نبيع نجمه؟ ما عنديش كلثوم. ها كان تشد سفينات تشد بها ولا تقاطع طرقات ولا ولا تقاطع طرقات ولا طرقات. انت تسميها سيارة عاد خير. وي سميها حط سيارة. لا يا ودي حط سيارة. سيارة. حط سيارة سيدي. لا حط سيارة. شنو يا ودي على كلامه هو؟ ما حط سيارة انا يا ودي يا سي الحبيب. يا سي الحبيب يهديك. سيارة. سي حسن هوني برا حل مشكلتك خلك برس امك برس امك. سي حسن البيرو الثاني على اليسار كله راني كنت بحذا جماعة غاديك حل لي هالمشكلة هذي. سيارة ما تسميش حتى يا خويا. هاو سي حسن برا حل المشكل. وين انا يا خويا؟ البيرو على اليسار كله راني كنت بحدا سي عبد الحميد، شاركت في الكاميرا الخفية وراني جيت نحل في مشكلتي.